هنبدأ مع حضراتكم بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، وكمان الجهود الضخمة اللي بتتم لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما تجاوز 3 مليون فدان جديد هيتم إضافتهم إن شاء الله قريبا للرقعة الزراعية في مصر. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه جهود تطوير شركة مصر للطيران والخطة المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، وده إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية واستهداف أسواق جديدة، بالإضافة كمان للمشروعات اللي بيتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مضطرد خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز 3 مليون فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد عن ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن. تناول اللقاء مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية اللي بتجمع الشعبين الشقيقين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه جهود تطوير شركة مصر للطيران والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية واستهداف أسواق جديدة. تطرق الاجتماع أيضاً للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بيتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصداراته ربع السنوية الصادرات السلعية غير البترولية، واللي بيتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة الربع الثاني 2022 وحتى الربع الثاني 2023، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها. وأشار التقرير لانخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وده بنسبة انخفاض 10.7%. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في جنوب سيناء تم الانتهاء من محطة فرز المخلفات والمدفن الصحي في مدينة الطور، أما في الأقصر تم تحصين 34 ألف راس ماشية ضد الحمى القلاعية. كمان امبارح في محافظة الفيوم تم الإعلان عن تركيب 22 ألف وصلة مياه للشرب والصرف بقرى حياة كريمة، وفي سوهاج تم إجراء قرعة علنية للمرحلة الثانية لتأجير المحلات بسوق ناصر الحضري الجديد. تفاصيل وأخبار من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في جنوب سيناء تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى للمخلفات بمدينة الطور بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 39 مليون جنيه، وده في إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات في المحافظة. في الدقهلية أعلنت المحافظة عن البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدراسي 2023-2024، واللي تم إنشائها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة على مساحة 13225 متر مربع.
في الأقصر أعلنت مديرية الطب البيطري أنه بلغ إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة 34 ألف رأس ماشية، وده في ضوء استمرار أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2023. في الفيوم شهدت قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة توصيل 22 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز يوسف الصديق بواقع 8000 وصلة مياه شرب و14 ألف وصلة للصرف الصحي. في بني سويف أعلنت المحافظة أن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصل ل 2 مليار و302 مليون جنيه، استفاد منها 15719 مشروع صغير، والمشروعات دي وفرت الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. في قنا أعلنت المحافظة عن عرض مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وبتعتمد الفكرة التصميمية للكورنيش على محاكاة الطبيعة والمزج بين الحضارة والتراث والثقافة الفرعونية، وبتتضمن أعمال التطوير عمل مسار مشاة رئيسي ومظلات وأماكن جلوس متعددة المستويات، مما يتيح الرؤية المفتوحة لنهر النيل لأكبر عدد من المواطنين، بالإضافة لمرسى لمراكب الرحلات النهرية وحديقة عامة. في شمال سيناء نظمت إدارة الشباب والرياضة بالعريش الدورة الرياضية للعاملين في المصالح الحكومية على ساحل البحر بالعريش تحت إشراف الاتحاد الرياضي الفرعي للعاملين بالحكومة ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وتحول شاطئ مدينة العريش لساحة مفتوحة لممارسة الرياضة المصاحبة لأنشطة مختلفة متنوعة رياضية وفنية وسط بهجة كافة المشاركين وأطفال وأبناء مدينة العريش. في سوهاج أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد كمرحلة تانية والمخصصة لأنشطة ملابس جاهزة ومفروشات وأدوات منزلية.